اذكر شيء أو شخصية أسطورية لها نصب في بغداد. باس. ما الشيء الذي يمكن أن تراه على سرير؟ فرشة. سمي نوع خبز متعارف عليه في العراق. خبز حجر، حجري. اذكر نوع من البيوت البدائية. بيت طين. اذكر إحدى نوتات السلم الموسيقي. دوري دو. اذكر شيء أو شخصية أسطورية لها نصب في بغداد. نهاوان. نهاوند. نهاوند؟ خلينا نشوف نهاوند منو. تفضل. خمس أسئلة سألت لك إياها عمر وجاوبت عليهم عدا سؤال واحد طلبت تأجيله وعدت لك إياه وقلته على هو السؤال يقول اذكر شيء أو شخصية أسطورية لها نصب في بغداد فجاوبت مرة ثانية قلت نهاوند. نهاوند مين نهاوند؟ ما تعرف يعني ماكو شهريار شهرزاد كهرمان هي اختلطت شوية طلعت نهاوند بالضبط هو بس لا مو حتى الأحرف ما لها علاقة يمكن بس النون يا حبيبي. السؤال الثاني يقول ما الشيء الذي يمكن أن تراه على سرير قلت فرشة الفرشة الفرشة صح زي ما قلت الفراشة 25 نقطة ممتاز. السؤال الثالث سمي نوع خبز متعارف عليه في العراق قلت حجري حجري الحجري الصمون الحجري وهو نوع من أنواع الخبز جد راح تجيك نقاط خبز حجري 22 نقطة لو قال خبز تنور مثلا. السؤال الرابع كان اذكر نوع من البيوت البدائية قلت طين بيت الطين وبيت الطين نعم 18 نقطة لربما لو قال بيت القصب الكوخ المهم السؤال الخامس اذكر احدى نوتات السلم الموسيقي قلت اثنين دورة قلت لي هو دو كافي دو, دو. ايه. إلى حد الدو وهو أعلى سلم لربما لأنه دو بالبداية ودو ايه. بالنهاية دو ري مي فا صول لا سي دو. اذكر شيء أو شخصية أسطورية لها نصب في بغداد كهرمانة. ما الشيء الذي يمكن أن تراه على سرير فراش غيره غطا. سمي نوع خبز متعارف عليه في العراق خبز عروق. اذكر نوعا من البيوت البدائية كيف. اذكر احدى نوتات السلم الموسيقي مي دو ري دو واحد دو لا عيدي مي 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 دو ري مي قلت دو قلت عيدي قلت مي